بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان المبارك سنة 1982 بدأ يوم الثلاث الموافق 22 يونيو 1982. أيامها كانت إسرائيل بدأت في احتلال لبنان بداية من 5 يونيو 82، وكان شهر رمضان المبارك سنة 1982 هو أول رمضان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اللي كان تولى الحكم في 14 أكتوبر 1981 خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات. وخلال شهر رمضان المبارك سنة 1982 كان سعر الدولار الأمريكي بيساوي 80 قرش، والجنيه الاسترليني كان 146 قرش، والريال السعودي كان بيساوي 24 قرش. وأسعار الذهب سنة 1982 الجنيه الذهب كان بيساوي 83 جنيه ونص، والذهب عيار 24 الجرام كان ب 11 جنيه 88 قرش، الذهب عيار 21 كان الجرام ب 10 جنيه و 40 قرش، والذهب عيار 18 كان ب 8 جنيه 91 قرش للجرام. وفي سنة 1982 ظهر في الصحف إعلان عن شركة مصر للتجارة بتخفيضات على أفخر أنواع اليميش الرمضاني المتميز. اسمع معايا الأسعار كده في رمضان 1982. قمر الدين المصفى الفاخر كان ب 380 قرش، وقمر الدين المصفى كان ب 360 قرش. تين حبل فاخر الكيلو كان ب 150 قرش. أراسيا حجم كبير الكيلو ب 260 قرش، والأراسيا الحجم المتوسط الكيلو كان ب 200 قرش. زبيب نباتي فاخر كان الكيلو ب 240 قرش، والتركي كان ب 200 قرش، وجوز الهند المبشور كان الكيلو ب 200 قرش، البندق المقشر كان الكيلو ب 400 قرش، اما اللوز اللي بقشره فكان الكيلو ب 200 قرش. كان شهر رمضان المبارك سنة 1982 اول سنة يقدم فيها سمير غانم فوازير فطوطة، واللي كانت في السنة دي بتتحدث عن المشاهير من جميع انحاء العالم. وفي رمضان 1982 عرض التلفزيون المصري عدد من المسلسلات المتميزة، كان منها مسلسل دموع في عيون وقحة لعادل إمام من ملفات المخابرات المصرية عن قصة البطل المصري أحمد الهوان واللي اشتهر في المسلسل باسم جمعة الشوان. كمان قدم التلفزيون مسلسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الرابع. أما في مجال الرياضة ففي شهر رمضان المبارك سنة 1982 تابع المصريين بطولة من أقوى بطولات كأس العالم، هي بطولة كأس العالم إسبانيا 1982 واللي شهدت تألق تاريخي وغير عادي وغير مسبوق للمنتخب الإيطالي بقيادة اللاعب المخضرم باولو روسي، وتوج المنتخب الإيطالي بكأس العالم 1982 على حساب المنتخب الألماني في المباراة النهائية. شهدت بطولة كأس العالم 1982 واللي أقيمت في شهر رمضان المبارك تألق منتخب عربي هو منتخب الجزائر الشقيق اللي فاز على منتخب ألمانيا وصيف البطولة، ولكنهم خرجوا من البطولة بعد التواطؤ الشهير والمعروف بين ألمانيا والنمسا لإخراجهم من البطولة. أما شهر رمضان المبارك سنة 1983 فحدث شيء فريد من نوعه يتذكره كل المصريين اللي حضروا رمضان 1983. يومها ما تمش إعلان ثبوت الهلال بعد صلاة المغرب كالعادة، ولكن تم إعلان ثبوت الرؤية أو الهلال بعد منتصف الليل، وده اللي دفع المؤذنين في المساجد للتنبيه عبر مكبرات الصوت في المساجد إن الصيام هيبدأ غدا، وانطلق الجيران يبلغوا بعضهم البعض عن بداية الصيام غدا. في الوقت ده سنة 1983 ما كانش موجود وسائل الاتصال الحديثة الموجودة دلوقتي، فاندفع الناس في الشوارع مسرعين ومهرولين لشراء السحور، ولم تؤدى صلاة التراويح في ذلك اليوم. وللأسف استيقظ الناس في صباح أول أيام رمضان المبارك سنة 1983 على خبر مؤسف ومحزن، هو تصادم قطارين بمدينة العياط بالجيزة، وأسفر الحادث عن مصرع 22 مواطن مصري. في الوقت ده سنة 1983 كان سعر التلفزيون الأبيض والأسود 120 جنيه، كان سعر العجل الهولندي البالغ 1400 جنيه فقط، كان سعر التلفزيون الملون 20 بوصة 725 جنيه، كان سعر جهاز التكييف 2.5 حصان 1175 جنيه. أما اقتصاديا فكان سعر الدولار الأمريكي في مصر بيساوي 79 قرش، الجنيه الاسترليني كان بيساوي 128 قرش، الريال السعودي كان بيساوي 23.8 قرش،
وكان سعر الجنيه الذهب 110 جنيه و40 قرش. سنة 1983 كانت دور السينما في مصر بتعرض أفلام لبروسلي، ومن الأفلام العربية اللي كانت بتعرضها السينما في الوقت ده فيلم وحوش المينا لوحش الشاشة فريد شوقي، وفيلم العذراء والشعر الأبيض لنبيل عبيد ومحمود عبد العزيز. في العام 1983 وفي شهر رمضان المبارك قدم الفنان الراحل فؤاد المهندس فوازير عمه فؤاد بيلف بلاد، وقام سمير غانم بمتابعة تقديم فوازير فطوطة. ومن المسلسلات اللي عرضها التلفزيون المصري في رمضان 1983 مسلسل عطف خوخة لحسين فهمي وفاروق الفيشاوي، ومسلسل الشهد والدموع الجزء الأول، واللي بيعتبر علامة من علامات الدراما التلفزيونية في رمضان، واللي حقق نجاح كبير جدا أثناء عرضه حتى الآن، وكان بطولة يوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمود الجندي. وكان المسلسل ده من بدايات التعاون الناجح جدا بين الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، اللي كونوا ثنائي أثرى الدراما التلفزيونية الرمضانية طوال فترة الثمانينيات وما بعدها. كل عام وأنتم بخير، وكده بتنتهي حلقة النهاردة. لو عجبكم الفيديو أتمنى أنكم تعملوا له لايك وشير وتشتركوا في القناة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.